بحضور سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار والمفوض العام للجناح، افتتحت مملكة البحرين يوم أمس جناحها الوطني الذي تشارك به في معرض العمارة الدولي 18 في مدينة البندقية بإيطاليا. المعرض يحمل عنوان أصول رطبة، ويتضمن جناح أصول رطبة عملا تركيبيا يتمثل في نموذج مصغر لبيئة مناخية محلية، ويعرض للجمهور إمكانية تنفيذ تطبيقات حضرية ليست موجودة فعلا على أرض الواقع بعد، وذلك بهدف الارتقاء بالبنية التحتية مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية الفريدة لمملكة البحرين كالحرارة العالية والرطوبة الشديدة. كذلك يعرض الجناح فيلما خاصا حول الموضوع، إضافة إلى تدشين كتاب أصول رطبة والذي سيكون متاحا للجمهور. وكانت هيئة البحرين للثقافة والآثار اختارت كل من المعماريتين البحرينيتين مريم الجميري ولطيفة الخياط لتكونا القيمتين على معرض الجناح، حيث كان قد فاز مقترحهما في الدعوة العامة التي أطلقتها الهيئة العام الماضي.